موضوع حلقتنا اليوم الماء، سمعوني انا مزيان. لانه بزاف ديال الناس، علاش بغينا نتكلموا على الماء اليوم؟ لانه بزاف ديال الناس في رمضان ما كيشربوش الماء بشكل كبير جدا، وكنظنوا راسنا باننا كنعوضوا الماء من انواع العصائر باتاي بالقهوه بالحليب. فغنتكلموا على هادشي كامل بعد لحظات. الدليل الفقهي واضح الدكتور عماد وباين وكاملين كنعرفوه. اكيد واش عندنا من الماء كل شيء حي. وكذلك هنالك في سورة الأعراف الآية 57، وهو الذي يرسل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهنا كنشوفوا الفائدة ديال الماء، والماء ماشي كينزل معاه، أو الماء ماشي غير ضروري بالذات، ولكن كتنزل معاه البركة، كينزل معاه كتنزل معاه السعادة، كتنزل معاه الخير، كتنزل معاه البشرى من الله سبحانه وتعالى. لما كينزل الماء لنا فهي بشرى لنا، يعني البشرى اللي فيها جميع الفوائد. فالماء اللي كنعرفوا حنا كمكون أو كنشوفوه هكاك مادة سائلة اللي بسيطة ولكن فيها واحد المكونات كثيرة. الماء اللي كنلقاوه كيدخل في جميع التركيبات ديال الجسم ديالنا. الماء اللي هو 65% من جسم الإنسان، وسبحان الله أنه تذكر 63 مرة في القرآن باش نعرفوا حنا القوة ديال الماء شنو هي. كذلك أن الماء كما كنقولوا فاش الله سبحانه وتعالى تقريبا في الآيات لما يريد أن ينزل رحمته دائما كيتجبد الغيث، دائما كيتجبد الماء، دائما كيتجبد السقي، أن يعني الإنسان ملي كيهبط الماء دائما لما نذكر الطهارة نذكر الماء. فهنا حتى أهل الفقه والسنة يسمونه المطهر، أن سبحان الله البلاصة اللي كيدوز منها الماء وكيكون كتير كتكون معها البركة وكيكون النظافة وكيكون الخير. فهنا كنعرفوا هاد القوة الروحية، كنعرفوا هاد الفائدة ديال الماء شنو هي من خلال هاد الاستدلال هذا ديال اللي في القرآن وكذلك اللي في السنة. طيب دكتور عماد مزاب، غادي نواصلوا معك دائما على راديو أصوات، ومازال غنتكلموا أكثر على الفوائد ديال الماء وشحال خصنا نشربوا ديال الماء، وأيضا وقتاش خصنا نشربوا الماء، لأنه حتى الماء راه كيف ما هو مهم ماشي بأي طريقة خصنا ناخذوا الماء. وكيف ما ذكرنا دكتور عماد مزاب، يعني الآية القرآنية وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، يعني هذه الآية كتكفينا باش أننا نعرفوا القيمة ديال الماء والسر الدفي ديال الله سبحانه وتعالى، يعني اللي حطولنا في هذه المادة ديال الماء اللي كتعتبر من العناصر الأساسية والمهمة ماشي في جسم الإنسان ولكن في الكوكب كامل، يعني وفي الأرض. راه حنا ملي كنتكلموا على الأرض راه كنتكلموا يعني على نسبة 71% من مساحة الأرض كلها ماء. الماء هاد المادة اللي كتكون من جوج ديال المواد اللي هما الهيدروجين والأكسجين اللي هما مهمين جدا يعني في عالم الفيزياء وفي الابحاث وفي الحياه وفي كيف كنقولوا في التوازن ديال الحياه وديال الكون. دكتور عماد، مواد اخرى كتدخل في التركيب ديال جميع المكونات الحيه. طيب هادشي هو اللي بغيت نقوله دكتور عماد. فاحنا ملي كنتكلموا على الماء كنتكلموا على هذه القيمه الكبيره اللي يمكن ما كيف ما احنا عارفينها راه مهمه، كيف ما يمكن ما كنمروا عليها ولكن ما كنركزوش على القيمه وعلى الاهميه الكبيره ديالها. لانه باش نشربوا الماء الجسم ديالنا محتاج واحد القدر ديال الماء كل نهار، ما يمكنش نعطيه كاس ونقول راه كافي، وما يمكنش نعطيه ربع يطرو ونقول انا كنتهلا في الجسم ديالي. نعم، فنعطيك انا مثال. غادي نتذكر معاك الساعة. إذن الساعة اللي مكونة من بزاف ديال الجزيئات اللي كتدور، إن كل جزيئة بوحدها كتكون متماسكة، هي عبارة على واحد الأمور متماسكة اللي كتدور باش كتعطينا الساعة، باش كنشوفوا الساعة، باش كنشوفوا العقارب ديال الساعة. فهنا هذا الميكانيزم هذا هو اللي كيكون كيدور عندنا في الساعة. غادي تصوري معايا بأن غادي ندوروا غير بيدينا مثلا كيدور بواحد النسبة قليلة، ولكن هذاك الميكانيزم اللي عطيناه واحد الموتور وكنعطيوه واحد الدرجة ديال الدوران اللي كتكون سريعة، كنعطيوه 220 فولت
كيولي داك الدوران ديالو كيدور بواحد الطريقه سريعه ومنتظمه. فهنا كنقول لك ان الماء هو لو كاتاليزور، يعني هو المحفز ديال جميع التفاعلات اللي عندنا في الداس ديالنا. الا ما كانش الماء ما كاين والو. الانسان يقدر يجلس 3 سيمانه بالجوع، ولكن 3 ايام الا جلس بلا ما يموت. هنا كنعرفوا الفائده ديال الماء شنو هي. هنا خصنا نردوا البال. الماء هو ماده مفيده، لاش باش كتحرق لينا الدهون. داك الدهون اللي كتكون في الذات الا ما كانش الماء غتبقى كتراكم والانسان كيموت، ان العروقه كيعمروا بالدهون، الخلايا كذلك كتعمر بالدهون. وهنا شنو كيولي؟ كيولي الاختناق ديال الجسم الا ما كانش عندنا الماء. الماء كذلك كيعطينا الترطيب ديال الدماغ، ان داك الغشاء اللي كيغطي لينا الدماغ ضروري من خصو من الماء. فاذا ما كانش الماء ما كيكونش الترطيب ديال الدماغ. وشنو كيوقع الا ما كانش الترطيب ديال الدماغ؟ ان الخلايا العصبيه كتمزق وكيمكن يعطينا الاتلاف للدماغ ديالنا. الماء كذلك هو ضروري ومفيد في الافرازات ديال هرمون السعاده لا سيروتونين. الا ما كانش الماء ما يمكنش يتفرز لنا هذا الهرمون. مهم هذا المعلومه دكتور عباد. اكيد اكيد. الا ما كانش الماء ما كانش، لان بزاف ديال الناس اللي ما كيشربوش الماء اش كيحسوا؟ كيحسوا بالشقيقه، كيحسوا بحريق الراس، كيحسوا بواحد تأزم، يعني كيحسوا براسهم ان ما عندهمش، عندهم داك المزاج ماشي مزاج اللي كيكون الانسان فرحان. ديما كتلقاه مقلق. وكذلك ان الماء مهم للرموش او مهم للعينين، باش كيعطينا داك التمييه ديال المنطقه ديال العينين اللي مهمه. لان الا ما كانش عندنا الماء في العينين كيكون تمزق وكتكون كتجرح لينا الخلايا اللي كتكون عندنا المستوى ديال العين ديالنا، وكتولي الحساسيه، كتولي الانسان معرض للعديد من التعفنات. وكذلك ان الماء هو مهم للبشره. فالناس اللي ما كتشربش الماء بزاف كنلاحظوا ان عندهم واحد الشحوبيه في البشره ديالهم، كنلاحظوا ان البشره كتبقى كيولي عندها واحد الشيخوخه سريعه. لان الماء شنو هو؟ الماء هو اللي كيعطينا داك ليفي كواتشو، يعني كيعطينا داك المفعول المطاطي في البشره ديالنا. والماء هو احياء الكولاجين او هو الحياه للكولاجين. ان الكولاجين اللي كيكون عندنا في البشره ديالنا الا ما كانش عنده الماء، ما كانتش كميه الماء ديالو متوفره كثيره، ما كيبقاش يعيش، لان ضروري ليه. والا مات الكولاجين كتموت البشره، كتموت النضاره ديالها، وكتموت حتى الحيويه ديالها. فهنا خصنا نردوا البال، خصنا ضروري نستهلكوا الماء وما نفرطوش. طيب الناس دكتور عباد اللي خلال هذا الشهر الكريم تيقول لك وانا كنشرب العصير وانا كنشرب اتاي، انا كنشرب الحليب والقهوه، بلاش عليا بالماء، او لا ناخذ غير واحد الكاسه ولا جوج كافي، يعني ما كنحش بالعطش. فهذه المساله ديال نستعملوا العصير ونستعملوا المشروبات، هذوك سوائل ما كنسميهمش الماء. هذاك ماء والاخر اتاي ولا عصير، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ ما كيتسماش ما. انا من الناس اللي كيحث على جوج يطرو ديال الماء، على الاقل يطرو نص ديال الماء صافي، ما فيه والو، ما مخلط ما والو، كنبيها صافيه كنحطوها قريعه ديال يطرو نص كنشربوها في النهار على الاقل. وعادي الا بغينا نشوفو نهضرو على سوائل اخرى، لان ككيميائي وكباحث كتهرس ديك القوه ديالو، ما كتبقاش كنستافدو من الماء كيفما غادي نستافدو. لان الماء كيدوز بسيط، كيدوز ساهل، كيدوز يعني مر البرق في الداس ديالنا وكتستافد منه اكثر. ولكن تصور الماء كيكون محمل مثلا بليطانا اللي كيكون عندنا في اتاي، ولا محمل بمواد اخرى كيميائيه، ولا مثلا هاد الماء هذا او العصير مخلط كيكون فيه مثلا مواد مغذيه مواد اخرى، فهنا حتى الجهاز الهضمي كيخلي انه ياخذ واحد شويه ديال الوقت، ماشي بحال شربنا الماء دغيا كيتهضم ودغيا كيعطينا الفائده ديالو، يعني كيدوز بسلاسه في الجسم ديالنا. نعم. الماء كنسمعوا بان ما خصناش نشربوه واقفين، خصنا نشربوه جالسين، ما خصناش نشربوا الماء دقه واحده، لان هذه مسائل تضر يعني بالصحه ديال الانسان. فشنو الصح وشنو الغلط في هذه المعلومه دكتور عماد؟ اكيد حنا الحمد لله ناخذ علمنا ياك من السنه النبويه وكذلك من الدراسات، ولكن السنه النبويه اعطت الكثير، اعطت الكثير واعطت الكثير من الدلائل في العلم. فهنا شرب الماء المتقطع اكيد مزيان، لان ضروري خصنا نشربوه متقطع باش كنخليو الداس ديالنا تستافد اكثر. لان الا شربناه في دقه واحده ما كاين الجهاز الهضمي كيمكن يوقع فيه تشنج، كيمكن الجهاز الهضمي ديالنا توقع فيه مثلا في بعض الحالات انه كما كنقولوا حنا كيتوقف، ما كيبقاش كيشتغل بديك الطريقه الطبيعيه ديالو. هذا من جهه. من جهه اخرى جالسين علاش؟ راه لا الماكله ولا الشراب خصنا نشربوه، يعني الماء يعني الشراب الامور السائله
خصنا لا هي ولا الاكل كيخصنا نكونوا جالسين. علاش؟ لان ملي كناكلوا ولا ملي كنشربوا شي سائل الدوره الدمويه كتهبط وكتركز لينا على المستوى ديال البطن ديالنا. فحنا الا واقفين والدوره الدمويه كتدور في البطن وناقص لينا الدم من الدماغ ديالنا، شنو كيوقع؟ تجينا الدوخه. اييه. بعض الحالات الانسان كيطيح، يجي الغثيان، خاصه الناس اللي عندهم النوع من الضغط اللي كينخفض. فهادشي علاش خصنا نكونوا جالسين. هذا هو الفائده وهذا هي التفسير العلمي، علاش الانسان خصو ياكل جالس وعلاش الانسان خصو يشرب جالس. واللي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قرون وقرون باش 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 كان قال باش قال لنا. اخر سؤال دكتور عماد، كاين بزاف الناس كيقول لك ما كنقدرش نشرب الماء هكذاك ما كيدوش ليا. بزاف الناس كيديروا فيه الحامض سكينجبير، تيقول لك منه غادر نشربه، منه هذه مواد اللي كتساعد الجسم يتخلص على يتخلص من السموم. ف شنو نظرك في هذا الشيء دكتور عماد؟ شنو نظر العلم في هذا الشيء؟ اكيد فالحامض نحاولوا نتجنبوه في الاستعمال لانه كيسلخ لنا المعده ديالنا. على الاقل يمكننا نزيدوا فيه، راه كاين بعض العادات راه باقيين كيديروها في فاس، انك ناخذ واحد الكميسه صغيره جهد معلقه صغيره كنديروها في واحد الزيف او في واحد الفاصمه طايبه كومبريس ستيريل، وكنحطوها في القرعه ديال الماء ديال لتر ونص وكنخليوها في الثلاجه. واش كيكون في هذه الكموسه مثلا؟ زعتر مثلا، زعتر، مرد الدوش، بابونج. منها كنستافدوا من الفائده ديال هاد النباتات وكنستافدوا من الماء، وخاصه الا درنا بهاد الكميه صغيره ديال معلقه صغيره ما غاديش تبان. طيب واضحه الامور، نشربوا الماء، نغذيو الجسم ديالنا، نعطيوه الاطفال الكبار ونعطيه الاطفال ونعطيوه ايضا الاشخاص البالغين. واهم معلومه اللي خصنا نركزوا عليها، الا كنشربوا العصير واتاي والقهوه والحليب فهذه كلها مواد عمرها ما غادا تعوض لنا الماء. خصنا نشربوا اترونس ديال الماء على الاقل كل يوم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.